اسمي سيدة نصرة غزنان، أمينة العامة لنقابة سنباب بالجزائر وممثلة النقابات العربية في الاتحاد الدولي للخدمات العامة. البرنامج الذي طرحناه والذي من بين البرنامج الذي طرحناه والذي ألفت انتباهي وشاركت فيه هو مواصلة الكفاح ضد خصوصا القطاع العمومي، مواصلة الكفاح ضد العمل الهش والعنف الممارس ضد المرأة، كذلك تشجيع المناصفة للمرأة والشباب داخل المنطقة العربية. الديمقراطية والعمل على التضامن النقابي داخل المنطقة كذلك، هذا أمر مهم بالنسبة لمنطقة إفريقيا والدول العربية. شكراً.